سيد رئيس الجمهورية. الاحتفاليات التي جاءت تحت شعار التزام إنجازات وأفاق تتضمن تكريم أفضل المصدرين وتشجيعهم على مواصلة الجهود لبلوغ الأهداف المسطرة ضمن مقاربة جديدة تشجع المبادرة والتصدير. هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة التي تنظمها وزارة التجارة وترقية الصادرات حضرها رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الوزير الأول نذير العرباوي، رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة ومستشاري سيد رئيس الجمهورية. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.